يحكى أن الزوجين قد دخل الشيطان بينهما في لحظة عتاب، وفي الصباح على مائدة الإفطار التي أعدتها الزوجة وتركتها، جلس الزوج وشرع في تقشير بيضة وهو ينتظر زوجته لتشاركه الإفطار مثل كل يوم، لكنها لم تأتي. أمسك بكوب الحليب فوجده باردا، حاول أن يتذوقه فلم يجد شهية له، خاصة أنه صار باردا مما أفقده مذاقه. عاد الزوج مرة ثانية ليأكل البيضة، لم يستطع. نظر إلى المطبخ مترقبا قدوم زوجته لتشاركه طعام الإفطار مثل كل يوم، فإذا بها تخرج من المطبخ وبيدها الخبز وضعته على مائدة الإفطار. حاولت أن تجلس معه مثل كل يوم لكنها لم تستطع، لأنه أهانها بالأمس ولم يعتذر لها. أما هو فقد منعه عناده وكبرياؤه عن أن يعتذر إليها. عادت الزوجة مرة ثانية إلى المطبخ وشغلت نفسها بتنظيف بعض أواني المطبخ، وما هي إلا لحظات حتى سمعت صوت الباب وقد أغلق. هنا أدركت أن زوجها خرج إلى العمل. عادت إلى مائدة الإفطار فوجدت الطعام كما هو. الزوج لم يشرب الحليب، لم يكمل أكل البيضة. قالت في نفسها: طبعا تريد أن أقشر أنا لك البيضة وأقطعها مثل كل يوم، لكنك لا تستحق، لأنك لا تقدر معاملتي لك وصنيعي معك وتهينني ولا تعتذر. توجهت صوب المائدة لتنظيفها وهي غاضبة حزينة، فإذا بها تجد وردتين إحداهما بيضاء تليها وردة حمراء، وقد وضعت الوردتان فوق ورقة، وكتب الزوج لزوجته في هذه الورقة: بسم الله الرحمن الرحيم، إلى أجمل وردة في حياتي، إلى زوجتي الحبيبة، إلى روحي وحب الخالد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبتي، كم كنت أتمنى أن تشاركيني طعام الإفطار مثل كل يوم، فلما حرمت من ذلك لم أستطع أن أفطر في غيابك عني. كم كنت أتمنى أن أرى ابتسامتك التي تودعينني بها صباح كل يوم قبل أن أخرج إلى عملي. زوجتي وحبيبتي، لقد نال الشيطان مني عندما أخطأت في حقك ولم أعتذر. اغرورقت عين الزوجة بدموع واحتضنت الورقة وقبلتها وهي تبكي وتردد: سامحني أنت يا زوجي الحبيب. ثم انطلقت كالنحلة فأعدت طعام الغداء الذي يحبه زوجها وزينت بيتها حتى انقلب بستانا جميلا تزينه الورود والشموع وتعطره أجمل الروائح الجذابة. عاد زوجها من العمل، استقبلته أجمل استقبال في أبهى زينة لها. استقبل كل منهما الآخر بابتسامة، ولسان حال كل منهما ينطق بالود والمحبة والصفاء والرضا. تلك دعوة لكل زوج وزوجة تشارك طيلة حياتهما في صناعة حياة ليست ككل حياة. ألا يدع التوافه تغلبهما على أمرهما، فحياتهما أغلى وأثمن من أن تهزها أي ريح مهما كانت. ويكون شعارهما: من اليوم تفاهمنا ونطوي ما جرى منا، فلا كان ولا صار ولا قلتم ولا قلنا، وإن كان ولا بد من عتاب فبالحسنى. Oh.